سيدي منصور تراثنا التونسي. سيدي منصور مع التاتش اللمسة لمستي الخاصة يعني كملحن مع الجملة العبقرية بتاع سيدي منصور كلها عملت مزيج من أغنية جميلة جدا مع توزيع مميز جدا طبعا لحميد الشاعري مع كلام كذلك للراحل سامح العجمي. يعني كلها عوامل أثرت وكان لها وقعة كبيرة على نجاح الأغنية لليوم، وأكيد أنا متأكد أن أجيال أخرى مش تتوارثها ومش تغنيها أكيد. يعني هو المفروض تأجل، المفروض تأجل، لكن الظروف وقت اللي كانت موجودة بغزة خصوصا في الفترة الصعبة هذه يعني تعتبر في اتفاق على أنها تصير الحفلة في وقت لاحق إن شاء الله. حتى حفلات أخرى وقع تأجيلها، ممكن حفلات السعودية ما تأجلتش لأنه كان في ارتباط سابق، لكن حفلات الكويت، حفلات كان في 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 تونس نفس الشيء، حفلات في حفلة موريتانيا كلها تأجلت إلى حين، قبرص نفس الشيء تأجلت، لكن يعني الظروف الحالية كانت شوية اللي كانت معناها قبل كانت شوية حول أنها نقوم بالحفلات هذوما. ونحبش نحكي على التبرع بقدر ما نحب نحكي على وقفتنا احنا. يعني كل واحد ممكن يقدم، مش شرط انه يتبرع بفلوس بمال، ممكن يكون له كلمة او يكون له موقف